واتكلمت مع حضراتكم فيها النقاط اللي كنت عايز اتكلم مع حضراتكم فيها، وباكد مره تانية ان احنا لينا نظام ولينا شكل تاني خالص، باكد على حبنا واحترامنا لكل الجماهير الاهلاويه اللي احنا بنحافظ على شكلنا معاهم وهنفضل نحافظ الا ما شاء الله. باكد وبعيد ان احنا ما بنعلقش اخطائنا على اي شماعات زي الناس العاديه، ما بنشغلش جماهيرنا باي شماعات زي الناس التانيه. احنا بنتكلم في جزئيه لعيبه، او انا تحديدا اتكلمت امبارح في جزئيه لعيبه مصابه اللي هم اصحابنا واخواتنا وحبايب الجماهير كلها. بنتكلم في اسباب، لو حتى هنروح لابعد الاسباب اللي حضراتكم تتوقعوها او لا تتوقعوها عشان نشوف اللعيبه دي بتتصاب ليه، عشان كده تكلمت في الحديث او تناولت هذا الحديث امبارح. لكن ما علقناش اخطائنا، ما علقناش هزايمنا، ما علقناش اي حاجه على اي حاجه عشان نشغل جماهيرنا باي كلام فاضي، استحاله مش هنعمل كده. فاطمنوا، ولو بتكلم الجماهير الاهلاويه بس، لو كلامي اتفهم بطريقه تانية فانا بعتذر لحضراتكم. استحاله ان انا هخرج عن الشكل العام للنادي الاهلي وعن اسلوب النادي الاهلي في العموم.